تزهب النصر، مناطقنا ما شاء الله. شغلة طبيعية، هاي الشباب تلعبون طوبة زين، يعني الساحات ممتلئة، يعني ماكو شيء، حركة جدا طبيعية، المحلات مفتحة، الشباب تلعب طوبة، التكاتك مستمرة بالعمل، يعني ماكو أي شيء، تقريبا ماكو أي حظر تجوال. حتى وزير الصحة قيادة العمليات المشتركة تشوف راح أطلع، شوفوا الناس، حركة طبيعية، هاي الناس مفتحين، ترى يقولون خرم الرصايرة سفردح. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة. مشاهدينا الكرام، للاتصال بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق على واحد من الأرقام اللي تشوفوها أسفل الشاشة بأي لحظة من لحظات البرنامج. أما الأرقام اللي تشوفوها حاليا تقدرون تتصلون بنا عليها من داخل العراق، من خارج العراق عندكم رقمين أخريات تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج. فإذا عندكم ذني الأرقام الأربعة المخصصة للاتصال من داخل العراق أو من خارج العراق تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة حتى تشاركون ويانا بمواضيعنا أو في موضوع حلقتنا اليوم. أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا، هذا الرقم للمشاركة للواتساب، هذا رقم البرامج أو رقم البرنامج، دزولنا على رسائل مكتوبة أتمنى تكون نصية نقرأها بالدقائق الأخيرة من البرنامج. أتمنى تكون الرسائل متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نعرف صاحب كل رسالة نقرأها في البرنامج. إضافة إلى ذلك أكو هواية إذا يتصلون على رقم الواتساب مدى نجاوبهم، عذرونا رقم الواتساب غير مخصص للاتصال فقط للرسائل. إضافة إلى وجود رسائل كثيرة تحمل فيديوهات تطلب هذه الرسائل أو أصحاب هذه الرسائل يطلبون بث هذه الفيديوهات على شاشة التلفزيون. أخوي العزيز أو أختي العزيزة، الفيديو اللي تدزوه إلى هذا الرقم هو مخصص لبرامج، مو كل وقت نقدر نتابع الواتساب مال البرامج. إضافة إلى كثرة الرسائل اللي توصل عندكم رقم ده يطلع أسفل الشاشة عفواً بالشريط الأزرق المتحرك، تقدرون تدزون عليه فيديوهاتكم وتابعها القناة أول بأول، اسمها نافذة أنت ترى. أما هذا الرقم فقط للرسائل النصية، يعني لا رسالة صوتية أقدر أستقبل ولا مكالمة أقدر أستقبل عليها. موضوعنا اليوم الفقر، نسبة الفقر بالعراق في ازدياد من 2003 إلى اليوم. نسبة الفقر بالعراق في ازدياد، نسبة من يقبعون تحت خط الفقر اليوم بالعراق كبيرة جدا، نسبة المهددين بأن ينزلون إلى ما دون خط الفقر همين نسبتهم كبيرة، نسبة الناس اللي مو لاقية اللقمة ومو لاقية العيش الكريم همين هواية. أسباب هذه النسب اللي تزيد شنو؟ إذا نريد نجي نتابع، رواتب ماكو، وظائف أو توظيف ماكو، أكو عقود يومية أو بالأجرة، وهاي العقود موجودة لناس محددين وحتى ذولا ما يسلمون رواتب. أكو موظفين بالدولة والرواتب ما يسلموها كل 30 يوم. التقاعد ضعيف. بالمقابل الفلوس العراقية اللي دا تطلع دا تروح لجيوب السياسيين. معامل عراقية لتشغيل الخريجين وتشغيل الأيدي العاملة العراقية ماكو. الزراعة العراقية انتهت، واليوم الفلاح بلش يفكر انه يهجر هذه المهنة لانه الدولة مدى الدعمة، لانه المنتوج المحلي غير مدعوم، واكو دعم للمنتوج المستورد، بل المنتوج المستورد اليوم بالعراق ارخص من المنتوج المحلي، لان تكلفة المنتوج المحلي بدون دعم الحكومة، خصوصا لما كهرباء ماكو ومي ماكو، ويضطر الفلاح او المزارع انه يوفر هذني في أمواله الخاصة، راح تكون الكلفة عالية جدا. فلهذا السبب ماكو دعم إله، أو مثل ما صار بمحصولي الحنطة والشعير، موجودة المحاصيل العراقية بس الدولة العراقية ما دارت الهبال، فتفسد المحاصيل وتروح الفلوس بالشط. فهذا المزارع بلش يفكر يهجر مهنته، الأيدي العاملة قاعدة،
البطالة بنسبة كبيرة، إضافة إلى أنه التاجر العراقي اليوم بسبب عدم وجود رقابة، بسبب عدم وجود يعني متابعة إليه، بسبب عدم وجود سيطرة نوعية للبضائع وللمنتجات الكهربائية المنزلية الملابس، هذن النقاط كلها، من ماكو سيطرة التاجر اليوم قام يشتغل بكيفه. اليوم التاجر العراقي يجيب بضاعة يدخلها إلى محلة أو شركته أو المعرض مالته، فيبدي يفكر أنه وش قذب وش قذب رشاوي حتى يوصلها للمعرض، وش قذب أتاوات للميليشيات حتى يعبر نقاط السيطرة، وش قد سوى وسوى، بدأ يصفن أنه هي كلفتها بالسعر الفلاني، يريد يأخذ يعني يأخذ ربح عليها، يبدي يحط السعر بكيفه. فأصبحت اليوم التجار أصبحوا اليوم جزء كبير من هم الناس، لأن هواية منتجات ما يقدر يشتريها المواطن. أم سجى من بغداد ويانا، حياك الله. الله يخليك عيني. هلا بيك شما. أحكي عيني. هلا بيك شما عيوني، أنت على الهواء مباشرة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يخليك يا أبا عيني أنت. يا أبا والله إحنا نتمنى توصلون صوتنا للكاظمي، للناس الطيبة، للخيرين، للي يخافون الله، على أولادنا ينطون عفو عام. نعم. بالله الكريم أني أحكي وياك، وليدي مستقل من عام 2018، تهمة باطلة، لا ماكل ولا شارب. الله يشهد. نعم. وعندي ثلاث شهداء، وأنا مرة سقط، وعندي أيتام. يعني الله أكبر. يعني نريد أولادنا، نريد يخافون الله، يعني مثل ما هم يشوفون أولادهم يقدرون يعني يفارقون أولادهم هيجي. اليوم سنة إحنا لا شايفينهم، لا ملابس تصلهم، لا ندري بيهم موتوا احتيوا، ما نعرف شنو أخبارهم. الله يرضى عنكم، مثل صوتنا للناس اللي تخاف الله، المصطفى الكاظمي، وين نروح يعني؟ خلي يقولونا يا بل يعني عرفوهم شنو يعني شلون نعرف أولادنا إحنا، خلي يدلونا على طريق دان الشديد، ليش هيجي حالنا وحال أولادنا؟ مظلومين والله، مظلوم علي على وليدي، لا ماكل ولا شارب، وتريد فلوس يلا تروح بتنازل، وحق هذا الله، وإحنا ناس حالتنا تعبانة. الله يرضى عنكم ويرضى على كل شريف اللي يسمع صوتنا. والله ما يصير هيك شيء، حرام. يقدرون هسه يفارقون اولادهم. والله اني هلا احكي وياك، قاعده معوقه على الكرسي قاعده. ما عندي بس هو هذا، اربعتهم راحوا. حسبي الله ونعم الوكيل، خلي يطفون بحالنا، خلي يشوفون بحالنا، خلي باكر عقبه وراهم حساب وكتاب يوم الاخره، ايش بيش يلاقون الله؟ خلي يشوفون حالنا، يطلعون اولادنا ينطون عفو عام لو. نعم. نعم. شكرا 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 لك ام سجى. عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم، شلون استاذ افل؟ عليك السلام والرحمه والاكرام اغاتي. الله يبارك فيك ويحفظك. استاذ افل، بالنسبه للفقر اللي موضوعك اليوم. نعم. استاذ افل، بالنسبه للقران الكريم شوف اكد على يمن. اكد على عاملين اساسيين باستقرار البلد. وهو بسم الله الرحمن الرحيم، فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نعم. صدق الله العلي العظيم. استاذ أثل، استقرار أي بلد واستقرار هو عامل الأمن وعامل الاقتصاد، يعني توفير لقمة العيش للمواطن. لما دني الشرطين او العاملين ينتفن من الوجود في اي بلد،
يصير مكانهن فوضى، فوضى سياسية، فوضى اقتصادية، فوضى أمنية. وهذا شيء يولد أستاذ أفل؟ يولد الانحلال الاجتماعي والتفكك الأسري. الفقر اليوم احنا نشوف يعني البطالة ايش ولدت، يعني كثرة المخدرات وكثرة الحالات السلبية من ضمنها الانتحار. هذا استاذ أفل، هاي الأسباب كلها لها العاملية الأساسية. لما الدولة ما تهتم بأبنائها، ما تلتفت للفقير، يكون هذا العامل، عامل الفقر، عامل التشتت، عامل الفوضى. للأسف الشديد هذا اللي احنا جاي نلاحظة ونشوفه ببلدنا. يعني احنا نتمنى من الله أن يحفظ العراق والعراقيين وإلى مستقبل إن شاء الله نقول زار، ولو احنا يعني فقدنا الأمل بهاي الدولة، لكن نقول عسى والعال يعني رحمة رب العالمين إن شاء الله تكون قريبة. نتأمل من رب العالمين، ما نتأمل من الحكومة، نتأمل من رب العالمين أن يلتفت للعراق والعراقيين، وإن شاء الله مستقبل زاهر. تحياتي لك أستاذ أفل. شكرا، شكرا لك عبد الرزاق. أبو فيصل من السعودية حياك الله. أبقاك الله أستاذ، مساء الخير. مساء الأنوار. تحية لك أستاذ، تحية للقناة وكادرة والشعب العراقي. حياك الله أخوي. أستاذ، بالنسبة لموضوع الفقر بالعراق، هو ليس من أي الفقر بالعراق، ولكن النظام بالعراق، النظام الميليشياوي، نظام حكم الميليشيات من 2003 إلى يومنا هذا أستاذ، لن يستفيد العراق إلا بسقوط هذا النظام العصابة، لأن العراق تحكم عصابات ليس الدولة أستاذ، ولا قانون. ونحن نشوف مع الأسف مدن العراق العزيزة ويتجول الميليشيات، وما يدعي الكاظمي هذا بأنه سوف هيبة الدولة، هذه كله كلام فاضي. العراق لا يزال تحت سيطرة، لأن الكاظمي هو بنفسه هي أساس الميليشيات، وهو ما يفكهم ولا يتكلم معهم. فلا العراق لابد من إنهاء هذه المهزلة، حكومة الكاظمي وحكومات، أو تغيير الوجوه لن يفيد، لازم بإسقاط العملية السياسية كاملة. وتحية لك. حياك الله اخوي العزيز ابو فيصل. ابو فيصل يقول اليوم يعني قال لنا بالاتصال انه ماكو فقر بالعراق. احب اقول لك شغله ابو فيصل، العراق بلد غني، العراق به خيرات وبه فلوس وبه ميزانيات انفجاريه، يعني بس بزمن المالكي ما يقرب من $1,000 او قربت على $1,000 مليار عفوا. لكن المشكله انه العراق اليوم مليان فقر، شعب عايش بالعشوائيات، شعب ملاق اللقمه، اكو هواية من الشعب العراقي اليوم نسوا شنو معنى الاكل وشنو معنى الراحة وشنو معنى الاطمئنان. هواية ناس اليوم بالعراق حالهم حال ذولا اللي طالعين هسه بهالفيديو اللي اشوفه يمي، عايشين بخيم، عايشين بخيم لا شغل ولا عمل، وما عندهم مردود، وما يقدر يطلع من هذا المخيم، وينتظر رحمة الله وين ما تجي منظمة إغاثية أو تجي هيئة إغاثية أو يجي قسم إغاثي في هيئة حتى يعطي جزء بسيط من كفاف كم يوم. هواية من الشعب العراقي اليوم يقعد الصبح ما يعرف أنه راح يطلع يلقى رزقه يأخذ بيها كم فلس يجيب أكل للأطفال لا لا، وتفكيره الثاني إذا طلع حتى يكسب ويشتغل راح يرجع البيت لا لا، لأنه لا يضمن الميليشيات تعوفه بحاله، ولا يضمن الطلقات والعبوات تعوفه بحاله. والانفجار الأخير اللي صار في ساحة الطيران، انفجارين دليل على ذلك، يم محلات البالة الملابس المستعملة. فاليوم الفقر بالعراق منتشر إلى أبعد حد، مناطق العراق من شماله إلى جنوبه مليانة نفايات وأزبال، مي صالح للشرب ماكو، كهرباء ما عندهم. في وقت لما نجح حسين الشارستاني وصار وزير طاقة قال احنا راح نوصل ان العراق تكون بكهرباء 24/24، وقد يستطيع العراق في القريب العاجل ان يصدر الكهرباء الى دول الجوار. هذا ما قال حسين الشارستاني، بس لليوم ما بيساعد كهرباء، تشتغل باليوم ساعتين باليوم، بل 24 ساعة احتمال تشتغل ساعتين، وعنده 22 ساعة الشعب العراقي عايش بدون كهرباء في وقت
الشتاء وبالصيف. شلون يدفي روحه صابات نفطيه؟ هو ماكو نفط بالعراق. اذا هو ما عنده رزقه حتى يجيب له اكل الجهاله يقدر يروح يشتري نفط حتى يحطه بالصابه دا يدفيهم؟ اللي قاعد بالمخيم وقاعد بخيمه، خيمه لو تشغل له 10 صابات راح تدفيه؟ اللي تجيها هوية قوية تشيل الخيمة وتطلع؟ تدخل إلى مناطق بالعراق اليوم تلقي بيت بعشرين وثلاثين نفر حتى يتقاسمون الإيجار بيناتهم ويخففون على روحهم. بالمقابل تدخل إلى بعض مناطق بغداد وتشوف بيوت أجاراتها بملايين لأنه قاعد بها سياسي. أبو حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم أخوي أفت. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يحفظك. هاي الوعود اللي جابتها أمريكا للعراق بصورة عامة يعني نحكيها، هاي الوعود اللي جابت لنا إياها، جابت لنا حكومة من رحمها تدمير العراق وإذلاله، تشوف كل الأمور الحياتية بالعراق مدمرة. نعم. يعني هاي أمريكا جابت الحرية والديمقراطية وجابت لنا وين ماكو واحد يعني ما اعرف من اي جهه، ودا اشوف التطور اللي جابوا لنا الامريكان، الزراعه ماكو، صناعه ماكو، قتل وترهيب واذلال، هاي جابوا لنا اياه. يعني لو تجي اي انسان يعني لما يوعدوه بشغله ويقول له مثلا راح يجيك ديمقراطيه، راح يجيك خير، راح يجيك حمل، راح يجيك تطور، هاي جابتها امريكا. يتعلم الشعب العراقي هاي الديمقراطيه، المفروض هاي الديمقراطيه تدعم على الدول الاوروبيه همين. على ما تشوفون الوعود الامريكيه لما تجي البلد وتحتله وتعطي يعني فد افكار، هاي افكارهم، وجابوا الناس اللي دمروا العراق وصار بالسجون ايش قد ناس. يعني هسه مره قبل شويه يوم سجل تحكي تقول ولدي ثلاثه مستشرين، نعم، وقالي واحد خويا مقعده. يعني هاي الديمقراطيه جابوا لنا اياها الامريكان، وهم ذولا كلهم يعني ما يخدمون العراق ولا العراقيين يهتمون، جاي يسرقون حقوق العراقيين، اموال العراق، وجابوا لك هو ماكو واحد شرذمه يسرق باموال العراق ويخلي يعني انا اعرف امراه لما تقول يابا صدره عفو سووا شيء. يعني بلد جو ناس ما عدا ضمير ولا عدا انسانيه ولا عدا حقوق بالانسان. يعني ناس تحكي تقول لك يابا تدمرتونا، وهذه الانفجارات، اخر انفجار في ساحه الطيران شوف كم واحد راح، المتظاهرين قتلهم، الناس المشردة بالخيم. هاي الديمقراطية خايفة من الشعب العراقي، هاي الديمقراطية جابوا لنا اياها، يقتلون على الهوية، وكل واحد صاير بطل فيلم مسوي له جيش، قائد ميليشيات، ولا لا للعراق ولا لاي شيء، اسرائيل وامريكا وبريطانيا وايران. نعم. هي هاي الديمقراطية جابتها امريكا وقرة عينهم. والله يا اخي ابتلاء هذا الله جابهم عليه ابتلاء. يعني فرقوا الناس، كانت الناس شيعة وسنة متخاوين ومتناسبين والعرق مالتهم سوى ومحبة، خربوا حتى هاي المحبة. هي هاي الديمقراطية اللي جابوا لنا اياها. لعنة الله عليهم وعلى الجابهم وعلى اللي خلاهم علينا. البلد كان بنعيم، فقدوا دولة كاملة تشرفهم وتشرف عشائرهم كلهم ودولة. بس شنو يعني شنو هالسنة صرافة هاي؟ يعني واحد يشوف طفل يجوع يعني يتقبل على نفسه هيك؟ أطفال أباهم معتقلين وبالشارع لا يحصل عليهم اللقمة، ماكو هيك يعني، ماكو هيك بلد، ماكو هيك ناس، يعني ناس حتى قلعوا الشجر حرقوه. يعني ناس ما يعرفون شنو النظام. وهي أمريكا يعني خليفة من الشعب العراقي، هاي أمريكا وهاي الديمقراطية مالتها. بس إن شاء الله يومهم قريب ان شاء الله. نعم. وإن بلغ قريب. شكرا، شكرا جزيلا لك ابو حسن. يعني اليوم الامم المتحده، طبعا احنا متعلمين على الامم المتحده يا تجب يا تقلق يا تستنكر. اليوم عندها دعوه تقول ادعو الى توفير المساعدات الانسانيه اللازمه للنازحين واللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفه في العراق. واكدت البعثه الامميه بالعراق يونامي بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، هاي الكلمة يمكن الشعب العراقي اليوم يفتقدها من 2003 لليوم، لأن ماكو أي عدالة اجتماعية،
أكدت على وجوب معالجة الفقر والبطالة وتعزيز العمالة الكاملة وتوفير العمل اللائق وإتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة، لا سيما بالمناطق اللي شهدت عمليات عسكرية وموجات نزوح كبيرة، فضلا عن تأثيرات جائحة كورونا والاقتصاد الريع المنهك لدى تلك الدول ومنها العراق. يعني هي تقول أني لازم نعالج الفقر، شلون نعالجه فلوس العراق ما نعرف بها وين، والبطالة ماكو توظيف، تعزيز العمالة الكاملة هي نفسها، توفير العمل اللائق هاي نفسها، إتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة لا سيما بالمناطق التي شهدت عمليات عسكرية، إتاحة الحماية الاجتماعية في حالات القتل اللي تصير بالعراق لأنه ماكو قانون، في حالات الاغتيالات اللي تقوم بها الميليشيات للمتظاهرين والناشطين لأنه ماكو قانون، في حالة إطلاق القنابل المسيلة للدموع الغير مخصصة للاستخدام المدني على الناس المدنيين في وقت ليس بوقت حرب لأنه ماكو قانون، تدمير مدن بحجة تحرير هاي المدن من الإرهاب وبعد ما دخلوا لها دمروها بالزايد، تهجير سكان المدن ومعاملتهم على أنهم صوج وسبب في خروج هذه المدن عن سيطرة الدولة، إتاحة الفرصة من قبل الجيش العراقي المفروض الدولة تحاسب نفسها عليه للسيطرة من قبل ميليشيا إرهابية على هذه المناطق، وتاليتها موجودين بالمخيمات، واليوم النازح اللي موجود بالمخيمات من أهالي الأنبار ونينوى وديالة وكركوك، وعدكم جرف الصخر من بابل، أولا ما يقدر يرجع لمنطقته، ثانيا هو أوراق ثبوتية ما يقدر يطلع، ليش؟ لأنه الحكومة قامت تتباوع عليه أنه هو إرهابي، فوين العدالة الاجتماعية أصلاً؟ تأثيرات جائحة كورونا والاقتصاد الريع المنهك، تأثيرات جائحة كورونا ما أنهكت العراق مثل ما أنهكوها السياسيين اللي جوا يحكمون هذا البلد من 2003 لليوم. لو نحسب خسائر العراق من كورونا راح نجدها هواية أهون من خسائر العراق من السياسيين العراقيين. أبو كرار من البصرة، حياك الله. هلا بيك أخويا العزيز، عليكم السلام والرحمة والإكرام. بس صوتك مدى أفهم أخويا. وياك أستاذ وياك. أي أخويا تفضل. السلام عليكم، تحية لك السلام. عليك السلام والرحمة والإكرام. نسبة الفقر في العراق تتجاوز 60% تقريبا. نعم. وبالسبب هذه الميليشيات والأحزاب التي تحكم العراق اليوم بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع ثاني حتى هنا، ما هي إلا مؤامرة من قبل السياسيين المرتزقة التي تسلطوا على رقاب الشعب العراقي. ولكن اليوم بسبب احنا كشعب نحن جالسين الامر بما يحصل من قبل هؤلاء بلا على الشعب العراقي. ابو كرار انا بس اسمح لي اعتذر منك لانه الصوت جدا 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 رديء، ده يجينا من المصدر اكيد، لانه احنا دائما نحكيها ونقول انه الشعب العراقي عاني من سوء الاتصالات بالعراق نتيجه انه ماكو رقابه، فاعتذر منك واتمنى ترجع لنا مره ثانيه حتى نقدر نستوعب اللي تقوله، لانه صوت يعني بتشويش عالي. ابو سميه من الانبار، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخي الكريم، تكلمت عن الفقر في العراق. نعم. وعن اسباب انتشاره في ظل هذه الحكومه بالذات. نعم. قبل كل شيء، الخلية التي استلمت وتولت حكم العراق ليست خلية تحمل فكرا اقتصاديا لكي تعالج مشاكل الفقر، إنما خلية تضم مجموعة من النصوص أتوا لسرقة العراق فقط. نعم. هذا أولا. ثانيا، الحكومة التي لديها فكر اقتصادي وتريد رفع المستوى الاقتصادي لشعبها تنهمك في خلق الفرص المهمة للعمل، يعني تحاول التنويع الاقتصادي في مصادر الدخل لشعبها. يعني مثلا العراق مصدره الأول النفط، لكن لدينا مصادر غنية يمكن أن توفر
كثيرا من فرص العمل للشباب العاطل، فزراعته قد حاربتها هذه الحكومة الفاسدة، وحاربتها إيران بقطع 14 نهرا تأتي من إيران وتصب في العراق. وكم من الدونمات قد تعطلت وهجرها أصحابها بسبب قطع هذه الأنهار. بالإضافة إلى ذلك أخي الكريم، هذه الحكومة في هذا الوقت بالذات أراها تتعمد تجويع الشعب. لماذا؟ لكي يركض خلف أحزابها الفاسدة الفاجرة، من منطلق القاعدة التي تقول جوع كلبك يتبعك. ونحن نقول لهذه الفتالة أخطأتم في هدفكم وأخطأتم وستخطئون، وحتى ينقلب السحر على الساحر. الذين تسمونهم كلابا وتريدون أن تجوعوهم لكي يتبعوكم، ليس من عادات الشعب العراقي الكريم أنه إذا جاع يلوح بذيله للمالك، لا والله، نقول لكم إذا جوعتم الشعب العراقي لن يكون كالكلاب لكي يلوح بذيله لما تسمون أنتم بالحكومة، لكن الشعب الأبي والكريم يجوع ويموت جوعا، لكنه لا يلوح بذيله كالكلاب لكي يركض خلف أحزابكم التي هي أدنى ما نصفها، هي أرذل من الكلاب. أحزابكم أرذل من الكلاب. أنا أكلمك، أنا موظف حكومي، نعم، ولا أعاني من الفقر، لكن أرى أصحاب الشهادات، أصحاب العوائل، أصحاب الاستحقاقات الذين يستحقون الرواتب ويستحقون الوظائف، أراهم يعانون معاناة كثيرة للحصول على قوتهم. أين المصانع وأين المعامل التي عطلتموها وقضيتم على كثير من فرص العمل التي قد تستوعب كثيرا من الخريجين؟ فيا أخي الكريم، نقول لهذه الحكومة الفاسدة الفاجرة، القاعدة التي تركضون خلفها جوع كلبك يتبعك، هذه تنطبق عليكم. أنتم الذين تعودتم أن تلوحوا بليولكم لأتباعكم الذين أطعموكم من الخارج، لكن الشعب العراقي أبي يعاني من الفقر، نعم يعاني، لكن ليس من عاداته أن يلوح بديله كالكلب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. شكرا، شكرا لك أبو سمية. أم سجاد من بغداد، حياك الله. أم سجاد، أم سجاد يبدو أن انقطع الاتصال وياها. أم سجاد أتمنى ترجع لنا حتى نسمع رأيها بالموضوع. لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، طبعا نواب العراق ونواب البرلمان العراقي أموت عليهم من يصرحون، أقرت بتزايد معدلات الفقر بالعراق خلال الفترة الماضية. وقالت عضوة اللجنة خالدة خليل أنه إحصائيات وزارة التخطيط أكدت أن ما يقرب من 4 ملايين شخص أضيفوا إلى شريحة من هم دون خط الفقر، وأشارت أنه ذلك يعد من المؤشرات المجتمعية الخطيرة بالبلاد. من جانبها أكدت مصادر حكومية أن واحدا من بين كل 5 عراقيين لا يزال يعيش تحت خط الفقر، وسط استشراء للفساد الحكومي وارتفاع في معدلات البطالة بين الشباب. 4 ملايين عراقي يعني انضافت الحكومة العراقية أو وزارة التخطيط إلى شريحة من هم دون خط الفقر. خط الفقر يعني أدنى شيء، أقل شيء، اللي يحسبون أنه كفايته باليوم تكلفه فرضاً 10 دولار، كفايته باليوم تحت خط الفقر اللي هو دون هذا الشيء. أبو عراق من الفلوجة، حياك الله يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. أحييك وحيي القناة هاي الحرة الشريفة الأصيلة. حياك الله أخوي. أخوي أنتوا تقولون البلد، عمي أي بلد هذا اللي تقصدونه؟ البلد اللي ما دي لا الحرية، البلد الجائع، البلد اللي منتهي، عمي بلد سراخ، هذا بلد بس حرامية.
ناس الله وكيلك هسه من يحشون هذا الفيروس عمي هم اقوى من الفيروس هذا. هسه الفيروس والله تلبس كمامه تلبس شوف بس هذول شو تسوي وياهم شو تسوي وياهم؟ وبلد عمي بلد انتهى بلد مبيوع الله وكيلك اذا ما الله يخلصنا من هاي الحكومه الظالمه. عمي شعب راح تعب يعني البارحه يطلع هذا ابو كركوك يحرق نفسه عمي والله ما يصير هيك يعني ما انتم ما تخافون على الله انتم يا البرلمان يا السياسيين ما عندكم مخافه على الله ما تحسبون بهذا الفقير شلون عايش وكم كاسه عاد كافي وباكر راح تقفون يم الله باكر الحساب الكبير هناك هسه بالله هنا دبرت روحك بس هناك يم رب العالمين وين راح تفلت وين تروح وكافي ظلم كافي وهذا الشعب العراقي اللي كان الدول كلها تخافه وتهابه هسه بليتوا وكم كاسه عاد عمي خافوا الله عمي شعب انتهى شعب مات شعب ميت كافي عاد وكافي خلوا عندكم ذره من الغيره يعني غيره سقطت من عندكم فدنه وعالم بالشوارع جاي تقدي طفل البارحه يطلعونه عمره 6 سنين يقدي بالشارع 6 سنين بكم الله ما تمدحون على الله الله ينتقم منكم ان شاء الله والله بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم اللهم ان شاء الله يبليكم ان شاء الله ببلاء ان شاء الله لا انت ولا عوائلكم تقومون من عنده وانا اشكرك وطولت عليك شكرا لك ابو عراق. هي المشكله انه اليوم يعني هسه الفيديو اثناء ما كان ابو عراق دي يتحدث على الشاشه كان اكو فيديو الزباله واطفال دي يلمون بالزباله واطفال دي يشتغلون واطفال يلعبون بالحديد ورجل كبير بالسن قاعد يدور بالنفايات او دي يعني ما اعرف شنو ما اعرفه من يباوع السياسي على هذا الحال شو يقول الروحه بس هو شو يقول إذا يطلع لنا واحد هو وعمامته يجب العودة إلى الاتفاق النووي عايف العراق وراكض لي وراء إيران عمار الحكيم وما أعرف ذولا اللي قاعدين قباله وتعيط اللهم صل على محمد على شنو لك بابا مدى يحكي بيك راكض وراء إيران راكض وراء ربه وانت قاعد قباله وتدور وراه واخوتك هيك عايشين اخوتك العراقيين ميتين من الجوع وانت راكض لي ورا مقتدى وراكض لي ورا عمار الحكيم ورا نور المالكي ورا هذول الحراميه ابو رعد ويانا السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والكرامه غاتي استاذ العزيز انا مو خدمه يعني كورونا والحظر وما حظر حظر على شنو يعني الحظر انا مو الحظر انا موضوعي نسبه الزياده الفقر بالعراق لا نعم هي ما الفقر موجوده وعطش موجود كل شيء موجود يعني العراقيين يعني عانوا وما عانوا يا رب لا حول ولا قوه شو تسوي الطالب يعني ناشد وين يعني ما خلينا بس كلمه يعني عندي راح اوجهها نعم يعني يقولوا يعني انت شوف هي القصه شنو الموضوع مع الكورونا اللقاح صار لهم سنتين مثلا 19 لحد الان الله الجهاز عندهم اللقاح فالامن يعني مستغر ومتعايشين وكذا قالوا شلون يمشي اللقاح يسوي حظر جاكم هذا يؤدي الاطفال يؤدي ما ادري شنو الشغلات هذه سووا حظر دير بالكم عمود يمشون اللقاح اللقاح للشعب العراقي للدوله عمود يبيعونه بفلوس هذه كل القصه وما به انا اقول لك يعني ما هو كل شيء واشكر رئيس الوزراء قوات المسلحه مصطفى الكاظمي اشكره جزيل الشكر عليه واشكركم من قناتكم المقترح على شنو تشكر مصطفى الكاظمي يعني انتبه الى الشعب العراقي منتبه للشعب العراقي ليش يعني والله يا ابو رعد يجوز عندك معلومات احنا ما نعرفها على شنو هو انتبه للشعب العراقي حتى نعرفها يعني
الشعب العراقي يعني ميت من الجوع، انتباه للشعب العراقي، بس هذه نقول. يعني هسه مصطفى الكاظمي نطاهم اكل للشعب العراقي مثلا، رجع الحصه التموينيه مثل ما كانت، رجع لهم الكهرباء، رجع لهم راتب تقاعدي، عدل التقاعد. ان شاء الله ان شاء الله نتبشر بخير ان شاء لا الله. مو انت شكرته، دريت نفتهم على شنو شكرته يا اخوي. رجال لا موظف، بس اقول لك رجال لا موظف، يعني كاتب وهسه حاليا قاعد شغل عمل وبيتي اجار. مو هو ابو رعد يعني على مود نفتهم، اذا عنده شيء يستحق الشكر ده شكرا كنا نقول. نتامل ان شاء الله خير، نتامل ان شاء تمام. الله خير تمام تمام تمام. واشكرك شكرا عزيزي. شكرا تمام. شكرا لك ابو رعد. ام سجاد من بغداد رجعت لنا مره ثانيه، حياك الله يا ام سجاد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك خيي؟ هلا بيك خيتي. أطالب بالمحتقلين. إيه. أنا أبويا صار له 6 سنوات. نعم. ويوميا من مكان لمكان. نعم. وأنا أطلب من الكاظمي وعمامي، وهسه الله شاهد عليا ماكو لو رجال بالبيت. نعم. حالتنا حيل ما في. وحال العراقيين هم يعني، بس على شنو الحكي؟ بالنسبة لبراعد، احنا كلتنا شاكرين الكاظمي، كلتنا نتفائل بخير، نشكره على شنو بس؟ نشكره على الشيء جاي يسوي بينا، هاي صار لك كم شهر كم سنة حطيناه، شو هسه كان حاتم مقتدى الصديق، اسلام هذاك بس يتبع العراقيين، وانا اشكرك خي. حياك الله حياك الله اختي العزيزه. يعني اليوم هو اليوم العالمي لاحياء العداله الاجتماعيه. ترتفع اليوم بالعراق مستويات الفقر والبطاله ومعدلات الانتحار الى مستويات خطيره، خصوصا انه من 192 دوله اتصور بالعالم كله، العراق يحتل المرتبه 12 من بين البلدان الاكثر فسادا في العالم كله. وبكل شيء متاخر العراق إلا بالفساد، متفوق. عندنا اتصال إبراهيم من الصويرة، حياك الله يا إبراهيم. إبراهيم انقطع الاتصال ويا إبراهيم. رعد من الديوانية، حياك الله يا رعد. رعد رعد. اخوي العزيز رعودي، اذا اقدر اذا تقدر بس نصي لي صوت التلفزيون، اسمعني من التليفون اغاتي. تأمرني وياك. وما يأمر عليك ظالم يا غالي، تفضل اغاتي. تفضل ابويا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. ولو اسوى عليك زحمه، قبل شويه اكو واحد اسمه ابو رعد يقول اشكر الكاظمي. على شنو يشكره؟ على اذيتنا؟ على دمارنا؟ نعم. على من يشكره؟ على الحكومه اللي كل شيء ما موفرت لنا؟ على سدت محلاتنا وشغلنا اللي هسه احنا قاعدين من عنده شكره؟ الشكر على شنو؟ الشكر على شنو؟ الله لا يوفقهم. ولو اني اعتذر يعني خاف تطلع الفاظ مو حلوه بهالكلام، بس شنو اللي سوى لنا اياه؟ هو وحكومته شنو اللي قدم لنا اياه؟ احنا محلاتنا معزله، شغل ماكو، عمال ما ياخذون اجور، شنو اللي سوى لنا اياه؟ ما ادري. يقول اشكره على شنو؟ حكومه اجى رئيس وزراء قبل رئيس وزراء قبل رئيس وزراء، الله لا يوفقهم والله لا يرضى عليهم، واعتذر منك. اغاتي هذا رايك وانت حر بيه، تفضل اغاتي. زين، فاحنا يا اخي متأذين، تأذينا هواي، تأذينا، محلاتنا قاعد نخسر، ايجارات مو طبيعية، ايجارات كلش مو طبيعية، واحنا كله قاعد نخسره، والسبب هاي الحكومة. يا اخي خلي يطلعون، ما شبعوا بوك، ما شبعوا، خلي يطلعون، الله لا يوفقهم، وما نريدهم، ولا نريد كل واحد من هذول. احنا ناس قاعدين بأمان، الله اجتنا هالشكولات هاي كانت تقدي برا. يا اخي والله كانوا يقدون برا دوله، اجوا كلهم خونه ما لهم شيء البلد، ما
بلدنا دمروه، عمي دمروه، الله لا يوفقهم. ليش؟ شنو اللي صار؟ احنا ناس حايرين بخبزتنا، كنا بخير، عمي كنا بنعمه. كنا بنعمه، الله لا يوفق اللي اخذها من عندنا. نعم. ونسال من الله، الله يكفينا شر هالشكولات هاي. وين التافه؟ وين العجمي؟ وين الحيوان ابن الحيوان ابن الزلع ابن ايران اجانا يحكمنا عمي؟ والله تأذينا. زين؟ والله تأذينا يا اخي، والله تأذينا. ان مردنا من محلات من خيرات الله الى احنا قمنا مطلوبين شنو؟ وبيطلع هذا الرجل، هذا الرجل هم فقير من قال اشكره، يشكر على شنو؟ هم فقير يعني، يعني هذا هم اروح عن عليه، بس اقول له يا عمي انت احكي الحقيقه افضل لك، تشكر على شنو؟ انا ادري هسه هذا من حركتي ومن غيرها وما راح يصير شيء، بس نتمنى من الله، الله وجه رسوله وآل بيت رسول الله وصحابه، الله الله يخلصنا. متنا متنا الله لا يوفقهم. نعم شكرا، جزاكم الله خير. شكرا 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 يعني رعد. ابو ابراهيم من الصويره رجع لنا، حياك الله يا ابو ابراهيم. ابو ابراهيم تسمعني؟ ابو ابراهيم السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. سمعك انا الصوت عندي بيه مشكله، دا يروح ودا يجي. شكرا شكرا ابو ابراهيم، بس الصوت يعني بمشكله، ده يروح ويجي، ما اعرف شنو. اتمنى ترجع لنا. كرار من بابل، حياك الله يا كرار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الو. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. شلونك خالد؟ هلا بيك خالد. هذا حضر التجوال شيء مثل هذا علم اللي مسوينه، لا بها فائدة ولا هاي. نعم. ألو. نعم وياك أخويا. وياك يا كرار. انقطع الاتصال يا أخونا كرار. أبو حيدر من كربلاء، حياك الله يا أبو حيدر. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك عيوني؟ الله يعز رحم الله والديك. هلا بيك أخوي. أخوي العزيز أنا بس أتبحث في كربلاء. إيه. يعني العامل من سويت حضر، العامل يختلف. والله يا أخوي مدى أفتهم الصوت يعني بده يروح وده يجي. ابو حيدر تسمعني؟ انقطع الاتصال يا ابو حيدر. ابو ابراهيم من الصويره رجع لنا مره ثالثه، حياك الله يا ابو ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. ابو ابراهيم نص التلفزيون، اسمعني من التليفون احسن. صار صار خدمت. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. يا خان بس اذا علق على هذا ابو الموصل قال شكر الكاظمي. ايه شو شكر الكاظمي؟ سواء كاظمي انه شنو؟ نعم نعم. سواء الكاظمي شو الغذائيه شاله؟ الورق صعده، الفقير طيح حظه، سوى الكاظمي حتى يشكر من عنده هو ما ادري والله. نعم شكرا شكرا لك ابو ابراهيم، بس الصوت ده يروح وده يجي، وهي واحده من مشاكل الشعب العراقي الاتصالات وهوايه قلناها.
السلام عليكم. احنا لا شغل ولا عمل، فوقاها حظر بس على الفقير، ملينا. هذه احدى الرسائل. السلام عليكم، انا فاطمه من البصره. احنا نطالب بالعفو العام، والله ملينا، واني والدي رجال كبير ومريض. شنو ظلته بالسجن؟ والله ظلم، وبسجن اعدادهم كلش هوايه، وكل شيء يبيعونه غالي عليهم. يعني الناس الفقيره منين تجيب؟ ما بقى من العمر قد الراح، وتعبنا من الهموم والصراخ. حكينا استنجدنا بالبرلمان من طين الإذن الطرشة، ولو بعض النواب جاي يساهمون بإنصاف السجناء كان ارتاحينا. بس وين القرار العام؟ وين العفو العام؟ تدمرنا والله العظيم، تدمرنا. ماكم من اللي يسمعنا، نادرين على هذول الأبرياء ما يرحون، السياسيين حرامية. وتحياتي القادر، تحياتي الكادر قناة الرافدين، أتمنى توصلون صوتنا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. يا تجار الدماء يا أخوانا، سينتصر الشعب عليكم وتهزمون كالجرذان، تجرون أذيال الخزي والعار، وتولون من غير رجعة بإذن الله. أبو غفران من صلاح الدين. السلام عليكم أستاذ أفل، وياك أبو باسم من الرمادي. نطالب من حضراتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين بسيطرة الرزازة. محمد حلبوسي أثناء زيارة أنبار قال خذوهم من عندي، وأنا الرجل يقول عند كلمته. والله أبرياء، شنو مصير أطفالهم أبائهم أمهاتهم؟ يعني أستاذ خلي محمد حلبوسي ومصطفى الكاظمي يصبرون عن ولدهم 6 سنوات ما يشوفونهم. حسبنا الله ونعم الوكيل على هاي الحكومة. أعتذر منكم أخواني عزيز، لكن بأمانة الراقصات أشرف من هؤلاء بكل أنواعهم، المعممين والمعقلين والأفندية، أقصد السياسيين. السلام عليكم أخي أفل، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم الله. الله ينتقم منكم يا الأحزاب ويا السياسيين. اليوم الشعب العراقي، هذه مجموعة رسائل وصلتني اليوم بالبرنامج. اليوم الشعب العراقي ما شاء الله بيوم العدالة يعاني من العدالة، بيوم الطفل، الطفل العراقي ما عايش، بيوم المرأة، المرأة العراقية بس تبكي وتنوح ولابسة الأسود. الشعب العراقي اليوم نسى طعم السعادة، نسى طعم الفرح. شعب يضحك، هذا ديدنا، بعز المصايب الشعب العراقي يضحك، لكن هو مهموم بهم كبير. فقر، بطالة، زراعة ماكو، صناعة ماكو، جوازة تعبان، بلده متفوق بالفساد، متأخر في كل شيء. مع ذلك تجي الحكومة العراقية وتقول لك احنا سوينا وسوينا وسوينا، ولما تصير الانتخابات تبدي الدعايات الانتخابية، ويبدي كل سياسي يطلع ويبدي يدلل على اللي سواه للشعب العراقي. وأمنيتي أشوف لهم منجز واحد. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله. We'll be right back.